عقل هذه ليست ليس بالنسبة للجواب ديال السيد المستشار محمد الموسى السؤال ديالو جاء في كلمه ديال السيد الرئيس بانه سبق المجلس صدق على هذه الاتفاقيه الدوريه العاديه ماشي ما كاينش صدق عليه المجلس ولكن التاشير التاشير عليها ما كاينش هذا الشيء علاش ما كتسيبش السيد واضحين هذا الشيء علاش انا نفس نفسيه كل شويه موضوعين مطلوقين شوف اتفاقيه هي تنزلت على جميع جماعه الداخل كاين الحول كم بدا كقاعدة تم يعني تصويت عليه بالنسبة لي حيت الساعة مازال ما عندناش النقل الدراسي هذا اللي جا في كلمة واش يعيبوا لي نوقع علاش ولكن هذا اللي جا في كلمة الرئيس الآن السيارة ديال النقل الدراسي كاين هذا الشيء اللي جا في كلمة الرئيس بأنه بالرأي ديالك ولا علاش لا بغيت نسولك علاش ما خدمتوهاش غادي نجاوبك هنا غادي نجاوبك علاش شوف علاش جاي كل واحد يجاوب السيد البخاري عم السيد البخاري عم اسرائيل سيد رائد الله يخليكم في هذا الإطار شوف الله يخليك حنا كنتعاونوا وكنتسابقوا أنا مجلس واحد أعطيني خطر أعطيني خطر ما تعصبش اتفاقية دازت شينا يعني ما وقعناش انه ما كاينش استفاده مازال ما عطاوناش النقل الدراسي ملي جا النقل الدراسي هو الحظ حيت عطانا النقل الدراسي عطانا وحده اليوم السؤال موجه لكم على اي معيار وعلى اي اساس عطيتوا لواحد المنطقه ومنطقه اخرى واجهوا الاسبلاتي يا دعيا يا دعيا يا دعيا الرجوع للمجلس ومدير ديال التربيه الوطنيه هو اللي عنده الحق والاختصاص باش يعطيني هنا دول هنا إلا ما كاين العدد تنرفعوا للطرف للجهات المعنية باش نديروا العدد الكافي، السير مخالف هذه مزيان بدون تعصب غاتملوا، اليوم حنا نتحملوا رسالة وأمانة ونزيدوا على هاد الناس، النقل الدراسي موجود وغيجملوا العدد اللي ديك الساعة ما كانش صحيح وما كانش العدد الكافي، هذا هو السبب، اليوم المجلس يعني خصوص ولكن كان عليه يرجع الرئيس المجلس يتخذ القرار ويستدعي مدير ديال التعليم اللي هو عنده معايير علاش يعطي الفوق ولا التحت وشكرا. جاوبوا على هذا التعديل وجاوبوا. على الاجتماع اللي دار في العماله قال لك ديروا الحل بالنسبه للطلبه والطالبات الفتيات. ريتما مجلس اقليمي غادي يتسلم هذا كيكون واحد الحل مؤقت. حنا بنينا على المعلومات ديال دار الطلبه. مشينا دار الطلبه لقينا واحد العدد ديال الفتيات تقريبا 163 طلب وعندنا 110 عندنا 51 ولا 53 ديال البنات غادي يقطعوا الدراسه. ملي درنا واحد الدراسه وكنا فيها على هذوك البنات هذوك حاليا 51 فتاه كتنتمي لهاد البواور بوعويده جابر بوخاوة اي التباج اي تصرح وبريف ملي كنمشيو لهاد المنطقه كنلقاو ابعد نقطه 10 كيلومتر 9 كيلومتر و 900 ياك اتفقنا كنكتب ديال المجلس ماشي خديت القرار هذاك كنكتب ديال المجلس مشينا للجواب اللي عندنا فيها شي 4 البنات قال لك بغيت تحقق دار الطلبه ولينا خرجنا هذوك اللي ما عندوش المنحه اللي كاين كانوا دوك الدواور اللي فيهم الاقل باش يديروا لهذوك البنات فين يدخلوا مشينا لتعريش سولنا الناس الممثلين ديال تعريش زدتوا لا غير كنا تما الناموس لقينا تما اغلبيه ديال مشاو الغمات التحقوا بغمات العوين اغلبيه ديال التلاميذ كانت تحقوا بسيدي رياض حنا معاكم بغينا نقول ان شاء الله بغينا نزيدوا بالجامعه ما كافيناش بان عندنا هذوك المسالك اخرين اللي غادي الخطوط اخرين تقريبا 4 خطوط اللي غادي يكون ان شاء الله في المطرح هذا هو علاش بنينا باش نفكوا حنا هذاك الاقتدار ديال دار الطالبه ما يكونش هذوك البنات نقصوا من التعليم ما نحرموش من التعليم هذه السنه وقدامنا غادي تدخل رايت غير مؤقت رايت من جيسي قريم دابا راه استاذ باش نصدقوا على هذيك الرئيس مزيان انا نقول لك الاتفاقيه اللي جدي شكون اللي فيها؟ انا منطقي جيسي قريم عامل جيسي قريم مدير اقليم التربيه والتعليم مدير اقليم التعاون الوطني هاد الاطراف كلها هي معنيه اذا القرار خصو يتخذ هكا هذه مسائل قانونيه علاش؟ لان المجلس
الولايه السابقه الاختصاص الاختصاص ولكن هذا اشرف هي المعنيه. أنا عندي السيارة واقفة لمدة 5 سنين. لا خصني المشكلة المجال القانوني ديالها الا عاد ولي جاء المجلس الاقليمي التسيير حنا غنفوتوا ليه. دابا راه جايه النقطه اخرى النقطه الخامسه الا غادي نفوتوا ليها هذا التسيير ديالها من تما يدير الله حتى نشوفوا شنو غادي يدار ونشوفوا. عندي صدق نعطي الكلمه للسي عبد العزيز. هذه اللجنه اللي قلت يا سيد الرئيس هي اللي طرحت وعبرات كاينين ابعد نقطه هي حنا 15 كيلومتر من جامعه ودا نمشيو للغمام وتيرفضونا تيقول لك عندكم الجماعه ديالكم عندكم دار الطريق وعندكم باش تستافدوا. كاين الدراري راه كاع الاخوان محمد راه كيظل يطلب على غمات السي الحدودي الا بغا ينكرو راه تنظنوا كنطلبوا على الطلبه ديال الاري قايد لنا موش غمات وتدخلنا وساعدنا ودرنا حتى مساعدات هذا في سبيل الله بدون افتخار ياك على ود غير هاد الدراسه السيد الرئيس علاش بنيتوا على هاد المسافات ديال دكتور كانت بجناح هذا هو واحد.